أخبار اليوم. متشكرين. اتكلمنا عن دعم وزارة الشباب والرياضه للبطوله وشارك حضرتك النهارده. والله انا بمثل النهارده وزارة الشباب والرياضه بصفتي، وعايز اقول ان وزارة الرياضه من الرياضات اللي احنا بنهتم بيها غير الشعبيه، لكن ليها اهميه كبيره جدا. زي ما يمكن تحدثت بتعبر عن مقوله السيد الرئيس في الرياضه امن قومي، لان فيها انتظام للناس اللي بيلعبوا هذه الرياضه بشكل كبير جدا. يمكن تبص الولاء والانتماء لهذا الوطن اللي احنا محتاجينه. كمان يمكن الرياضه في المقام الاول هي في دول العالم كلها رياضه سياحيه. النهارده كمان بطوله دوليه فيها 15 دوله بيشارك، مصر 16، على سفح الهرم. في تضافر للعديد من الوزارات على انجاح هذا الحدث من خلال الاتحاد المصري لقفز المظلات ورئاسته. وزاره الشباب والرياضه طبعا داعمه لهذا الحدث مع وزاره السياحه. يمكن الدعم المالي والدعم اللوجستي موجود، لكن الدعم المعنوي ده شيء كبير جدا ومهم جدا. عشان كده بقول الإعلام إن شاء الله يكون موجود مع الرياضات اللي بتستوجب دعمها إعلاميا. الشباب المصري يعرفها، لأن كتلة الممارسة للرياضة بصفة عامة محتاجة إن احنا نزيدها كثيرا وكثيرا. مثل هذه الرياضات محتاجة إن احنا نزيدها حتى لو 15,000 لاعب مسجل في الاتحاد المصري على مستوى الجمهورية. ده عدد كبير جدا، إن هو لازم يزيد في كل الرياضات وبصفة خاصة الرياضات اللي تتحمل الجانب المغامرة وتتحمل التدريب وتتحمل الانتظام مثل هذه الرياضات.